نية الحكومة التركية لتوقيع اتفاق خاص مع حكومة دبيبة، خاصة بعد زيارة المستشار عقيلة صالح لتركيا وشرح كافة الأحوال للجانب التركي، وكان تركيز الجانب التركي أساسا على الاتفاقيات. ما هو موقف مجلس النواب من الاتفاقيات التي حصلت مع حكومة السراج؟ هل سيتم يعني تضمينها وإقرارها من قبل مجلس النواب أم لا؟ هذا ما تم سؤاله لسيادة المستشار عقيلة صالح، سواء من مجلس من رئيس مجلس النواب أو من رئيس الدولة أردوغان. كان همهم الأساسي هو هذا السؤال، وعندما لم يظهروا بإجابة شافية ونهائية من المستشار عقيلة صالح بأنه سيقبل هذه الاتفاقات وسيمررها في مجلس النواب، وأعلن بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التصديق على اتفاقية قد رفضت أساسا، وهذه الاتفاقية غير قانونية. هذا ما حدث، وهذا موقف المستشار عقيلة صالح من من الأتراك عندما قام بهذه الزيارة. هذا ما يجب أن يعلمه الليبيون. المسألة الأخرى أن هذه الاتفاقية وقبلها اتفاقية السراج مع أردوغان بخصوص ترسيم الحدود، والتي هي في شرق البلاد. هذه الحدود أساسا لا تحتاج ليبيا لترسيمها، فلترسم مع مصر، مع اليونان، ولكن مع تركيا المسألة بعيدة تماما وبعيدة عن كل مناطق إمكانية يعني الاستثمار المشترك بيننا وبين الأطراف. في أقل من دقيقة أستاذ خالد، ردة فعل الجانب المصري والجانب اليوناني الآن. بالتأكيد سنرى بيانات من الجانبين المصري واليوناني بتحفظهم على هذا الاتفاق، وربما سيعتبر بأنه نوعا من التصعيد في إطار مسألة هامة جدا، وهي مسألة ذهاب ليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلى الاستقرار في ليبيا، إلى تفاهمات ما بين القوى السياسية. أريد فقط أن أضيف مسألة هامة، وهي أن الاكتشافات من راس تراب إلى راس لانوف السابقة، والاتفاق ما بين بريتش بتروليوم والمؤسسة الوطنية النفط، هو الهم الأساسي لتركيا، لأن المخزون الهائل الغاز والنفط في هذه المنطقة هو الذي جعل تركيا تصر على هذه الاتفاقية.